مرحبا بك في المغرب وشرف كبير لينا الحضور ديالك وتبارك الله عليك ما شاء الله كنتي جد متألق الجمهور ما شاء الله كان واحد الدفعة كبيرة عليك تهافت على السي قادر وبغيت نقول لك خويا قادر اليوم المشاركة ديالك الخيرية ممكن تحكي لنا عليها بيسر هذا المشاركة أنا يشرفني أولا باش نكون حاضر في هذه المبادرة الخيرية لانه هذه كواجبي كفنان وكإنسان نحس بالناس لازم نكون حاضر والحمد لله ربي وفقنا باش كنت مسافر وجيت اليوم باش نحضر هذه الحقيقه ربي يسهل عليهم ان شاء الله ونتمنى هذه المبادره تعمم هذه المبادره وتولي مبادرات اكثر واكثر. هذه مبادره جزائريه نعتبروها المغرب. انا احنا نقول لك من الجيران ما كانش خير ان شاء الله دائما احنا انا هديتي لهم تواجدي معاهم هنا وان شاء الله انا نتمنى تكون هذه المبادره معممه وتكون كبيره ان شاء الله ونزيدوا نشوفوا بزاف ان شاء الله نبقاو ديما شعب واحد وموحد بين المغرب والجزائر اللي غتبقى ديما ان شاء الله شعب واحد وشنو بغيت نقول لك الله يخليك شنو كتمنى الكوبل ديالنا اليوم؟ نتمنى لهم ربي ان شاء الله ربي يسهل لهم ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون فتحت لهم مور هذا الحفل يفتح لهم ابواب ان شاء الله باش يعيشوا بسعاده لانهم يتمنوا باش يعيشوا في سعاده.